بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة، وإن كان الوقت عدم مني وحصره لزمه استيعابه به والتسوية بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوقف إذا كان على جماعة، يعني على أكثر من واحد، فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون على جماعة يمكن حصرهم والتسوية بينهم، كما إذا كان على أولادي أو على أولاد فلان، فهؤلاء يحصون ويقسم الوقف بينهم، يعني غلة الوقف تقسم بينهم بالتساوي. الحالة الثانية أن يكونوا مما لا يمكن حصرهم، كأن يقف على قبيلة، على قبيلة فلان أو على بني هاشم أو على بني تميم، ففي هذه الحالة لا يمكن حصر الموقوف عليهم، ولكن يعطي الموجود منهم، الموجود الذي يقدر على إعطائه يعطيه، والذي لا يقدر على إعطائه ليس له شيء. نعم. وإن كان الوقف على من يمكن حصره لزم استيعابه به والتسوية بينهم، لأن النقل يقتضي ذلك. نعم. وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه. ملو. فوجب العمل بمقتضاه، كقوله سبحانه: فهم شركاء في الثلث. فإنه يجب تعليم الإخوة منكم والتسوية بينهم، ولأن النقل قال تعالى: وإن كانوا، أي الإخوة من الأم، أكثر من ذلك، أي أكثر من الواحد، فهم شركاء في الثلث، فيجب التسوية بينهم، سواء كانوا 10 أو 20 أو أكثر أو أقل، لأن الله شرك بينهم بالتساوي، فيجب أن يقسم الثلث بينهم بالتساوي. فكذلك الوقت، إذا قال: هذا الوقف بين أولادي، أو هذا الوقف يشترك فيه أولادي أو أولاد فلان، فإنه يجب حصرهم والتسوية بينهم في القسمة. نعم. ولأن النقل يقتضي التسوية فأشبه ما لو أقر لهم، حتى ولو كان فيهم إناث، لو كان فيهم إناث فالأنثى تساوي الذكر، كالإخوة لأم، أنثاهم تساوي ذكرهم، لأن الله شرك بينهم ولم يفرق، بينما فرق في الإخوة لغير أم، قال: للذكر إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فرق بينهم، فإذا لم يفرق بينهم فهم سواء. نعم. ولأن النقل يقتضي التسوية فأشبه ما لو أقر لهم بشيء. قال: عندي لأولاد فلان أو لبني فلان كذا من المال، فإنه يسوى بينهم في هذا الحق الذي أقر به لهم. نعم. إلا أن يفضل بعضهم فله ذلك، لأنه ثبت بنفسه. إلا أن يفضل بعضهم على بعض، كأن يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين، أو للفقير منهم أكثر من الغني، يفضل بينهم. نعم. مسألة، وإن لم يكن أصحابهم كالمساكين، هذه الحالة الثانية، كالمساكين وبني هاشم، جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به.
لأن هذا هو الذي يمكن. إذا قال على المساكين فالناظر على الوقف يجتهد في التوزيع على حسب الحاجة وحسب الموجودين، ولا يلزمه أن يحصر الجميع، لأنه لا يمكن حصر المساكين، كل المساكين لا يمكن، لكن الموجودين عنده قريبين منه. أما من لم يستطع حصرهم فإنه لا يلزمه ذلك، نعم، لأن هذا لا يمكن، نعم، لأنه لا يمكن تعليمهم فلا تجب إجماعا، لأنه لا يدخل تحت الوسع، لا يدخل تحت الوسع، يعني لا يسعه أن يحصي بني هاشم كلهم أو المساكين كلهم. نعم. ويجوز التفضيل لأن من جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه. يجوز تفضيل بعضهم على بعض في هذه الحالة، إذا لم يمكن حصرهم يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، لأنه إذا جاز تخصيص بعضهم جاز تفضيله أيضا. نعم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم كما قلنا في الزكاة. يجوز الاقتصار على واحد من، إذا قال على المساكين فلو أعطاها لمسكين واحد أجزأ ذلك، لأن الله تعالى في الزكاة قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلو أعطاها لمسكين واحد أو فقير واحد أجزأ ذلك. نعم. ويحتمل أن لا يجزئه أقل من ثلاثة بناء على قول الزكاة. من ثلاثة، لأن نقل الجمع ثلاثة. نعم. ويحتمل أن لا يجزئه أقل من ثلاثة بناء على قول الزكاة. نعم. ويحتمل أن لا يجزئه أقل من ثلاثة بناء على قول الزكاة. نعم. باب الهبة، الهبة والعطية بمعنى واحد، الهبة هي العطية وهي التبرع، تبرع بتمليك ماله لغيره من غير عوض، تبرع بتمليك ماله لغيره من غير عوض، هذه هي الهبة، أو إن شئت قلت التبرع، أو إن شئت قلت العطية، المعنى واحد. يجوز للإنسان إذا كان جائز التصرف، إذا كان الإنسان جائز التصرف بأن كان بالغاً رشيداً ليس محجوراً عليه، يجوز له أن يتبرع من ماله وأن يعطي من شاء، لأنه ملكه يتصرف فيه. أما إذا كان غير جائز التصرف، يعني كان صغيراً أو مجنوناً أو محجوراً عليه لسفه أو فلس كما سبق، فهذا لا يجوز له العطية، لأنه ممنوع من التصرف في ماله. نعم. وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض. هذا تعريفها، تمليك المال في الحياة من غير عوض، يخرج بذلك تمليك المال بعد الموت. إذا كان يقول إذا مت فلفلان كذا من مالي، فهذا لا يسمى عطية وإنما يسمى وصية، سمى بالوصية، تجري عليه أحكام الوصية كما يأتي. العطية إنما تكون في الحياة، والوصية تكون بعد الموت، هذا الفرق بينهما. العطية يجوز أن تكون أكثر من الثلث لأنه حي تصرف في ماله، أما الوصية فلا تجوز إلا في حدود الثلث فأقل. نعم. العطية تنفذ في الحال، خلاف الوصية فإنها لا تنفذ إلا بعد الموت. نعم. ويجوز
مسلمة وتصح من إيجار والقرون والعطية المقترنة بما يدل عليها. تصح العطية بالإيجاب كأن يقول أعطيتك، والقبول بأن يقول المعطى أو الموهوب له قبلت هذه العطية، تنعقد بذلك تنعقد بذلك، لكنها لا تلزم إلا بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض. فما دام لم يسلمها للمعطى فله أن يرجع، لأنها لا تزال على ملكه. أما إذا قبضها المعطى فليس له أن يرجع، لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. إلا الوالد إذا أعطى ولده شيئا فله أن يرجع ولو قبضه الولد، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فللوالد أن يرجع في عطية ولده ولو قبضها، خصوصا إذا أعطى بعض أولاده دون بعض فإنه يجب عليه إما التسوية وإما الرجوع، إما أن يسوي بينهم فيعطي البقية مثل ما أعطى الأول، وإما أن يسحب العطية ويتراجع عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما أعطى بعض الصحابة ولده عطية وهو بشير بن سعد رضي الله عنه، أعطى ولده النعمان ابن بشير عطية ثم ذهب ليشهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، لأن أمه ألحت عليه قالت: لا بد أن تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشهد عليها. فذهب بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية ولده النعمان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فدل هذا على أن عطية بعض الأولاد دون بعض أن هذا جور وظلم ولا يجوز. وفي رواية: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. فكما أن الأب يحب أن يبره أولاده كلهم فلا يجوز له أن يعطي بعضهم ويحرم البعض الآخر. نعم. الإيجاب أن يقول: وهبتك أو ولدتك أو أعطيتك أو لفظ يؤدي هذا المعنى. كل لفظ يدل على التمليك إنه يكون إيجابا: أعطيتك، وهبتك، منحتك، ملكتك، خذ هذا لك، وما أشبه ذلك. نعم. والقبول أن يقول: قبلت أو رضيت أو نحن هذا، إذا لم يوجد فرق. كذلك القبول يصح بكل لفظ يدل عليه: رضيت، قبلت، أخذت، وما أشبه ذلك. نعم. إذا لم يوجد قبض. إذا لم يوجد قبض، فإن أخذها المعطى ولم يتكلم فأخذه إياها يدل على القبول، يدل على القبول. إذا أخذها ولم يتكلم فأخذه لها يدل على القبول. نعم. فأما الأقرب فلا يفتقر إلى ذلك، لأن الأقرب مقام القبول بدلالة إرضائه وقبوله. نعم. إذا قال: أعطيتك هذا الكتاب، فأخذه المعطى فلا يحتاج أن يقول قبلت، لأن أخذه إياه دليل على القبول. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه ويهب ويهب له، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. فالعطية والهبة سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فيها تأليفا للقلوب وإعانة للإخوة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسل السخيمة، تهادوا تحابوا، قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. فالهدية والعطية والهبة كل هذا مما يثبت المحبة في قلوب المسلمين بعضهم لبعض، تدل على كرم المعطي وتسبب محبة المعطى للمعطي، وأيضا تبعد الإنسان عن الشح والبخل. العطية فيها مصالح، فيها مصالح عظيمة، وهي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يهب صلى الله عليه وسلم ويوهب له ويهدي ويهدى إليه عليه الصلاة والسلام، كان يحث على ذلك، تهادوا تحابوا. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه، يهدي 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 ويهدى إليه. نعم. ويهب ويهب له، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، ولم يمنع عنه إجابة ولا قبول، ولو استعملوه لنقل إلينا نقل شريعة، ولم ينقل إلا المعاطاة، والتفرق عن تراض وكان ذلك كافيا. الأخذ والإعطاء يسمى معاطاة، يعني ولو لم يحصل له، فإذا دفع إليه شيئا من المال وأخذه فلا يحتاج إلى إيجاب وقبول، الفعل يدل على ذلك، وهذا ما يسمى بالمعاطاة. نعم. الهبة تصح بالإيجاب والقبول، لكنها لا تلزم إلا بالقبول، ما دامت لم تقبض فللمهدي أن يتراجع، أو المعطي له أن يتراجع، لأنها لا تزال في ملكه. أما إذا قبضها المعطى أو الموهوب له فإنه يحرم الرجوع فيها. نعم. وروى إجماع الصحابة لأن ذلك روي عن أبي بكر وعمر ولم يرى له مخالف، وروي عن عائشة أن أبو بكر نعلها بذات 20 وسقا من ماله في الغابة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه نحل، أي أعطى ابنته عائشة أم المؤمنين مقدارا من التمر من نخله رضي الله عنه، ولما حضرته الوفاة تراجع وقال أصبح المال للورثة، وتراجع عن عطيتها وقال لو كنت قبضتيه، أما الآن فاقتسموه على كتاب الله، فدل على جواز الرجوع في العطية. نعم. وروي عن عائشة أن أبا بكر نحلها جذاذ 20 وسقا من ماله في الغابة. نحلها جذاذ 20 وسقا، الوسق مقدار من التمر، الوسق 60 صاع، الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، 10 أوسق، 20 وسقا. نعم. نحلها إيش؟ جذاذ 20 وسقا. نعم. الوسق 60 صاعا. نعم. فلما مرض قال يا بني إني كنت نحلت في جذاذ 20 وسقا ووجدت أنك كنت تسديه أو تربيه. ووجدت أنك كنت تسديه أو تربيه، وهو اليوم مال وارد، فاقتسموه على كتاب الله عز وجل. تراجع رضي الله عنه ورعا منه
من أجل حق الورثة، ولو كانت قبضته لزمت العطية، دل على أن ما لم تقبض فللواهب أن يرجع. نعم. ولأنها هبة غير مقبوضة فلا تلزمه كما لو مات قبل أن يقبض. لو وهب هبة لشخص ثم مات قبل أن يقبض الموهوب بطلت الهبة وصار المال إرثا للورثة. نعم. وعنه يلزمه بغير المكيل والموزون بمجرد الهبة، لما روي عن علي بن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض. هذه رواية ثانية في المذهب، لكن الرواية الأولى هي المقدمة وهي المذهب، ويدل عليها أثر أبي بكر مع عائشة رضي الله عنهما، فهي أرجح. نعم. ملكته إذا قبضته ملكت. ما يكون فيه تفضيل لها على رقم. نعم. ما يكون فيه تفضيل لها على رقم. تفضيل لها لا، هذا يظهر أن أبناء أن بقية الأولاد سمحوا بذلك، سمحوا بذلك. نعم. وإلا ما يكون أبو بكر رضي الله عنه ليخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أنهم رضوا بذلك. نعم. ولأن الهبة بعد نوعين كبير فكان منها ما يتم قبل قبل البيت، هذا للرواية الثانية يعني. نعم. مسألة ولا يجوز الرجوع فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض. نعم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: العالم بهبته كالعالم في قدره، وكلام كالكم يعود في قدره، ليس لنا من السوء. متفق عليه. هذا تنفير من الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجوع في الهبة بعد قبضها. مثل الذي يرجع في هبته بعد قبضها بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، الكلب إذا تقيأ إنه يرجع ويأكل قيئه مرة ثانية، وهذا تنفر منه الطباع، لأن القيء خارج من المعدة تكرهه النفوس، لكن الكلب لا يأنف ولا يكره. فشبه الذي يرجع في هبته بهذه الحالة المستقذرة تنفيرا منها، وقال: ليس لنا مثل السوء. هذا مثل سوء. نعم. يستثنى من العود في الهبة بعد القبض الأب، له أن يرجع في عطيته لولده، لأنه له أن يتملك من مال ولده ما يريد. وأيضا إذا لم يعطي بقية أولاده فإنه يجب عليه الرجوع، إذا كانت عطية ليس فيها حيف يباح له الرجوع، أما إذا كان فيها حيف فإنه يجب عليه الرجوع أو التسوية بين الباقين، يجب عليه أحد أمرين، إما الرجوع وإما التسوية بين الباقين، لحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. نعم. إلا إما راوي عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لأحد أن يعطي عقلية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. نعم. إذا لم يتعلق به حق لأحد، يعني الولد ما بعد تصرف في العطية، يشترط في رجوع الأب فيها أن لا يكون الابن قد أخرجها عن ملكه، وهبها لآخر ولا باعها على آخر، فإن كان الابن تصرف فيها تعلق بها حق الغير، فلا يجوز للأب أن يرجع فيها، لأن هذا يضر بالغير. نعم. قال الترمذي حديث حسن:
وروى عمر بن جعيل عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرجع والد في هبته إلا الوالد من ولده. نعم. مسألة: والمشروع في عطية الأولاد النسبة بينهم على قدر ميراثهم. يجب أن لا يخصص بعض الأولاد بعطية، بل يعمم العطية عليهم. وكيف يعطيهم؟ هل يجعل الذكر والأنثى سواء، أو أنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى مثل الميراث؟ على قولين: قول الأول أنه يسوي بينهم العطية بأن يعطي الأنثى مثل الذكر، لأن هذا ما هو ميراث، هذه عطية. والقول الثاني أنه يجعل الذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا في الميراث، وتقاس عليه العطية، يجعل الذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو العدل بين الأولاد العطية. نعم. والمشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم. نعم. لأن التسمية بينهم واجبة. هذا هو المذهب. نعم. أنها مثل الميراث. نعم. والتسمية الواجبة المأمور بها هي القسمة بينهم على قدر ميراثهم. نعم. لأنهم تعجيل لما يصل إليه من بعد الموت فأشبه الميراث. لأنهم؟ لأنهم تعجيل لما يصل إليهم بعد الموت فأشبه الميراث. يقاس ما قبل الموت على ما بعد الموت، فكما أنهم بعد الموت كل الذكر مثل حظ الأنثيين، فكذلك قبل الموت إذا أعطاهم. نعم. فإن خص بعضهم فعليه بالتسوية بالرجوع وإعطاء الآخر حتى يستووا. فإن خص بعضهم بالرجوع فعليه بالتسوية. نعم. بالرجوع وإعطاء الآخر حتى يستووا. إذا أعطى واحدا دون الآخر وجب عليه التسوية وإعطاء الآخر مثل ما أعطى الأول، وإن كان أعطاهم جميعا لكن فضل بعضهم على بعض فإنه يزيد الثاني الناقص حتى يساوي الأول. نعم. مما روى النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي بعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة، أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. نعم. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا رضى حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على صدقتي، فقال: فكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ: لا تشهدني على اليوم، وفي لفظ: ردد، وفي لفظ: ارجع، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري، وفي لفظ: كل هذه الروايات تدل على وجوب التسوية وتحريم التفضيل في العطية بين الأولاد، لأن هذا جور وظلم، وأيضا هذا يسبب القطيعة والعداوة بينهم بين الإخوة، فيجب أن يتلافى هذا الشيء من الوالد، وأن لا يخصص بعض أولاده دون بعض. حتى قالوا إنه يسوي بين أولاده في القبلة والممازحة، ألا يكون ينبسط مع بعضهم ويمازح بعضهم ويقبله ولا يقبل الآخرين، لأن هذا يحدث حزازة في النفوس. نعم. فكيف بالمال؟ المال أشد. نعم. وهو يدل على التحريم لأنه سماه جورا وأمر برده، وأنه لم يقطع الوجوب، ولأن تخصيص بعضهم يورث بينهم العداوة وقطيعة الرحم.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزوج المرأة على عمتها وعلى خالتها، والله جل وعلا حرم الجمع بين الأختين. كل هذا من أجل خوف القطيعة، لأن الضرة يعني النساء فيهن غيرة، فإذا جمعت إلى المرأة قريبتها فإنها ستبغضها ويحصل بينهما قطيعة. فسدا لهذه الذريعة الشارع حرم الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، خوفا من القطيعة بينهما. فكذلك العطية، العطية تسبب القطيعة، فلذلك منعها الشارع سدا للذرائع. نعم. نعم نعم. المذهب أنه مثل الميراث، المذهب أنه مثل الميراث، لأن التكاليف التي على الذكر أكثر من التكاليف التي على الأنثى. ربما يكون الذكر له أولاد وعليه ديون خلاف الأنثى، فهي بذمة زوج ومكفولة. فالله حكيم عليم في تشريعه، حيث جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، نظراً لأن مسؤولية الذكر أكثر من مسؤولية الأنثى. نعم. فالقياس على الميراث هذا قوي. نعم. وإذا قال رجل عمرك فذلك، أو هي لك عمرك وحياتك، هذه العمرة، العمرة أن يقول أعمرتك داري، أي أعطيتك إياها مدة عمرك، يعني عطية مؤقتة بالموت. فالمذهب أن هذه العطية تستمر بعد الموت، وأن هذا الشرط لا يصح، لأن العطية لا يصح فيها التوقيت، لأنها تمليك، لأنها تمليك وتبرع، فلا يصح فيها التوقيت. فإذا قال أعمرتك، أي وهبت لك وأعطيتك هذا الشيء مدة عمرك، فإذا مت يرجع إلي، فهذا الشرط باطل والعطية تكون مستمرة. هذا المذهب. والقول الثاني أنه يجوز هذا الشرط، فإذا مات ترجع إلى صاحبها، ولكن الأول أقوى لما يأتي. نعم. ولأن العطية لا تقبل التوقيت، والهبة لا تقبل التوقيت. لكن في العارية، العارية لأنها إباحة المنفعة مع بقاء الملك لصاحبها، هذا ليس عارية، هذا تمليك، تمليك للرقبة. تمليك الرقبة لا يصح فيه التوقيت. نعم. نعم. وإذا قال رجل أعمرك داري، أو هي لك عمرك أو حياتك، فإنه يصح. أو هي لك أعمرتك داري، أي أعطيتك إياها مدة عمرك، هذا معنى أعمرت، تسمى بالعمرة والرقبة. نعم. أو هي لك عمرك أو عمرك، عمرك أو هي لك عمرك أو حياتك، فإنه يصح، يعني مدة عمرك ومدة حياتك. نعم. فإنه يصح وتكون المعمر ولورثته من بعده. تصح هذه الهبة، تنعقد وتلزم وتكون للمعمر ولورثته، ولا ترجع إلى، يعني يلغى هذا الشرط ولا ترجع إلى صاحبها، لأن الهبة والعطية لا تقبل التوقيت. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حلا وميتا، متفق عليه. هذا الحديث: من أعمر عمرة فهي للتي أعمرها، للذي أعمرها، أعمرها حيا وميتا، دل على بطلان هذا الشرط. من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا. نعم. وفي
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم العمره لمن ولد له، متفق عليه. هذا نص في ان العمره تنتقل الى المعمر انتقالا مؤبدا لا رجوع فيه. نعم. ولان الاملاك المستقره كلها مقدرات بالحياه المالك وتنتقل الى الوراثه، فلم يكن تقديره بحياته منافيه لحكم الاملاك. ولان هذا طبيعه الاملاك، قوله اعمرتكها او اعمرتك داري، هو كذلك في الواقع، لأنه لا يملكها إلا وقت حياته، فإذا مات تنتقل إلى ورثته. كل الأملاك على هذا النمط، إنما يملكها الإنسان مدة حياته، وبعد موته لا يبطل ملكه عليها وينتقل إلى ورثته. نعم. وعنه ترجع بعد مثل قولها أعطيتك داري، سواء يصير مثل قولها أعطيتك داري، ما له ميزة. نعم. وعنه ترفع بعد موته إلى المعمر. هذه الرواية الثانية. نعم. لما روى جابر قال: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، فاتفق عليه. هذا تفسير صحابي، ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تفسير صحابي للعمرة. نعم. مسألة. نعم. وإن قال سكناها لك عمري فله أخذها متى شاء. إيه، لأن هذه منحة صارت عارية لك سكناها، قال لك سكناها مدة عمري أو مدة عمرك، فإذا مات إنها ترجع إلى صاحبها، لأنه لم يملكه مرقبتها، وإنما ملكه منفعتها. هذه منحة أو منيحة أو عارية، فله ما شرط في هذا. نعم. لأن الموهوبة هنا منفعة، وإنما تملك بمضي الزمان شيئا فشيئا، فله عقدها لأنها لا تقع لازمة، فهي بمنزلة العارية. منزلة العارية، نعم، أن العارية إباحة المنفعة دون العين، إباحة المنفعة دون العين، هذه هي العارية. فإذا قال أعمرتك سكن هذه الدار، أعمرتك سكن هذه الدار، هذه مثل العارية، تتوقت بتوقيت المعمر، مثل العارية. لو قال أو المنيحة من الشاة أو البقرة، قال سنة سنتين أو مدة حياتك أو مدة حياتي، لا تزال عارية أو منيحة. وأيضا لا، ليست بلازمة، له أن يرجع صاحبها، له أن يرجع يقول رد علي الدار ولا رد علي المنيحة، له انه يرجع في العارية متى شاء، ليست لازمة. حتى ولو قال مدة حياتك ما يلزم هذا. نعم. لأن المنفعة تؤخذ شيئا فشيئا، فليس له منها إلا ما أخذ، أما ما لم يأخذه فإنه ليس له إلا بإباحة متجددة وإذن متجدد. نعم. ما يقال أن الصحابي أعلم بقول رسول صلى الله عليه وسلم، لكن ظاهر الحديث ظاهر في هذا تخصيص من الصحابي بأنه يريد كذا وكذا. الحديث عام، حديث عام وواضح في هذا. نعم. فإذا كان لفظ الرسول يخالف قول الصحابي فلا شك أن الحجة بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب عقلية المريض. إنما يقبل تفسير الصحابي إذا كان اللفظ مجملاً، إذا كان اللفظ مجملاً ومحتملاً للتفسير هذا يقبل، لكن إذا كان اللفظ ما فيه احتمال، لفظ واضح. نعم. عطية المريض. مسألة. ما سبق في عطية الصحيح
وهذا في عطية المريض. المرض ينقسم إلى قسمين، مرض ينقسم إلى قسمين: مرض ما فيه خطر موت، مرض عادي ما فيه خطر موت، هذا حكمه حكم الصحيح، له أن يعطي وله أن يتبرع وله، لأنه يعني مثل الصحيح، مثل الإنسان فيه صداع ولا وجع ضرس ولا حمى بسيطة سخنة بسيطة يعني سهلة يعني خفيفة، فهذا مرض ليس خطيرا، فهو مثل الصحيح. النوع الثاني مرض خطير، مرض خطير، فهذا يحجر على صاحبه فلا يتبرع ولا يعطي لأجل حظ الورثة، ما يجوز له يعطي أحد ولا يتبرع لأحد ولا يقر لأحد بدين، لأنه متهم في هذا. حتى الزوج زوجته ما لا يجوز له يطلقها، وإذا طلقها فإن طلاق يقع لكن ما تحرم من الميراث في إذا طلقها في مرض موته الخطير، طلاق يقع لكن ما تحرم من الميراث لأنه متهم بقصد حرمانها. فالمرض الخطير هذا له أحكام يحجر على صاحبه، خلاف المرض الذي ليس فيه خطر فهذا مثل الصحيح، تصرفاته نافذة في ماله. نعم. مسألة: تبرعات المريض مرض الموت المعروف، ومن هو في الخوف كالمريض، مثل الواقف بين الصحبين عند التحام الحرب. إنسان ما فيه مرض لكنه في محل خطر، هو الآن صحيح وقوي لكن في محل خطر، هذا مثل المريض مرض الموت لا يقبل منه تبرع، مثل الواقف بين الصفين في القتال والمعركة، هذا موقف خطير، فلو تبرع في هذه الحالة لا يصح تبرعه. نعم. مثل الواقف بين الصفين عند التحام الحرب. نعم. من قدم ليقتل، هو صاحي، هو صاحي متعافي لكنه قدم ليقتل، قدم في الساحة ليقتل قصاصا أو حدا، وقال تراي معطيني فلان كذا وكذا أو عطيتك يا فلان كذا وكذا، نقول لا مالك سنة، الحين مالك سنة، عطيك ما لها قيمة لأن المال للورثة الآن. نعم. قال ترى لفلان علي كذا وكذا، نقول لا هذا الإقرار لا يصح، هذا الإقرار لا يصح، لماذا لم تقر يوم أنت صاحي؟ أنا لأن العم متهم، ولا قال زوجتي طالق، يقول لا الطلاق يقع لكن الإرث تورث لأنه متهم بقصد حرمانها. نعم. وراكب عندها يجاهل، مما من الحالات الخطرة إذا كان في سفينة وهاج البحر طربت الأمواج صارت السفينة في خطر، فهذا يمنع من التصرف، لو تصرف في هذه الحالة تصرفاته غير صحيحة لأن هذا يشبه مرض الموت، الأحوال الخطرة مثل مرض الموت. أو إنسان وقع في حريق، في حريق، فهذا أيضا مثل مرض الموت. نعم. ومن وقع طاعونه ببلده إذا اتصل به الموت، كذلك إذا وقع الوباء والعياذ بالله في بلد فالذي في هذا البلد لا يصح تبرعه ولا تصرفه لأنه في حالة خطرة، فيشبه مرض الموت. نعم. حكم وصيته في ستة أحكام. وفي الحديث لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة قال: أنت تصدق وأنت صحيح شحيح، تخاف الفقر وتأمل الغنى، ولا تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وكان لفلان كذا. هنا. نعم. ومن وقع الطاعون ببلده اتصل به الموت
حكمها حكم وصيته في ستة أحكام. نعم. والمرض المخوف في البرسان وداء الجنب. المرض المخوف مثل البرسام، البرسام داء يصيب الدماغ والعياذ بالله يزول معه الشعور. البرسام مرض يصيب الدماغ يختل معه الشعور. يقال رجل مبرسم يعني أصابه داء البرسام. وذات الجنب، ذات الجنب مرض خطير أيضا مشهورة، حتى العوام يعرفونه، الجنب يقولون أصابه الجنب، يتسوونه كانوا يكونوا بالنار ويشفى بإذن الله أحيانا، مرض الجنب والعياذ بالله، مثل مرض اليوم مرض السرطان ومرض الرعاف. الرعاف الدائم إذا كان معه نزيف من الأنف فهذا يدل على أنه أن هذا خطر، فلا لا يصح تصرفه في هذه الحالة. نعم. والقيام المتدارك، القيام المتدارك الإسهال، يعني القيام المراد به الإسهال الدائم، المتدارك يعني الدائم، هذا مرض خطر. نعم. الفالج في ابتدائه، الفالج هو نفس الجلطة، هو نفس الجلطة في ابتدائه أول، والعياذ بالله ما تصيب الإنسان في خطر ما يدرى عن مآله، فإذا مضى عليه وقت فإنه يتعدى الخطر، هذا معروف عند الأطباء الآن، يقولون له مهلة 24 ساعة أظن أو ما أدري كم، يقولون إن حيا بعدها سلم، وإن مات وهو ممكن. نعم. والسل في التهاب، السل مرض السل داء من الأمراض صيب الإنسان، وهو من أمراض الرئة، هذا من أمراض الرئة صيب الإنسان ويتضعف صحته وينحل جسمه حتى يموت، لكن الآن والحمد لله وجد له علاج، كان من قبل مرض فتاك والآن وجد له علاج بإذن الله، فقد ينفع هذا العلاج. نعم. وما قال عدلان من الأطباء إن هذا المرض مخوف، إذا قرر تقرير طبي، إذا صدر تقرير طبي من طبيبين فأكثر متخصصين إن هذا المرض مخوف فإنه يصبح محجوراً على صاحبه التصرف، لا ينفذ له عطية ولا إقرار ولا طلاق ولا شيء. نعم. وما قال عدلان مخوف، أما طبيب واحد فلا يقبل، طبيب الواحد ما يقبل ولو كان عدلاً، لابد من النصاب اثنان فأكثر، لأن هذه شهادة، لأن هذه شهادة تتعلق بالمال، فلابد من شهادة رجلين. نعم. وكذلك من هو بالخوف فعطاهم في الوصية في ستة أحكام. كذلك من هو بالخوف، بلده محاصرة والمدافع مركبة عليها والغارات، هذا في حالة خوف فلا ينفذ له تصرف في هذه الحالة، لأنه في حالة خطر. نعم. عطاؤهم في الوصية في ستة أحكام. عطاؤهم ينفذ، يكون وصية في أنها يكون من الثلث ويكون لغير وارث، يكون من الثلث ويكون لغير وارث، وتكون بعد الدين الذي عليه. نعم. أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث، أحدها أنها تتقيد بالثلث، لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير،
لما زار سعد بن أبي وقاص وهو مريض وقال إنه لا يرثني إلا ابنة لي، أفترى أن أتصدق بنصف مالي؟ قال لا، إلى أن قال بثلث مالي، قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فدل على أن الوصية بأكثر من الثلث لا تصح. نعم. الشرط الثاني أن لا تكون لوارث، الوصية لا تصح للوارث ولو بشيء يسير، لا تصح للوارث بشيء ولو يسيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الوارث يكفيه ميراثه لا يزاد على ما فرض الله له. نعم. ولا الوالد شيء الا بجلد واحد، لما روى عن عمران بن حصين ان رجلا عتق سته اعمد له عند موته لم يكن له مال غيرها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم فجزاهم ثلاثه اجزاء فاقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعه وقال قولا شديدا، رواه مسلم. هذا الرجل اعتق كل ما وراءه وهو سته اعبد، سته ارقاء في مرضه، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجزاهم ثلاثه اجزاء اثنين اثنين اثنين، ثم اقرع بينهم، خرجت القرعه على اثنين منهم فأعتقهم والبقية ردهم إلى الورثة، دل على أن الوصية لا تنفذ إلا بالثلث. نعم. ولأنه في هذه الحال لا يأمن الموت فجعل كحال الموت، في حالة الخطر لا يأمن الموت فجعل كالميت، أعطي أحكام الميت. نعم. الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد في القرعة. نعم. نعم. أن الحرية تجمع في بعض العبيد في القرعة إذا لم يتمث للجميع بالخبر. يعني مما يدل عليه هذا الحديث أن الحرية تكون لبعض هؤلاء لكن لا بعينه، فالقرعة تميز، القرعة تميز الأشياء المشتبهة، إذا اشتبهت أشياء فإن القرعة تميز. نعم. الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معين فأشكل أخرج بالقرعة بالخبر، لصار له جملة من العبيد وأعتق واحد منهم، قال واحد من عبيدي عتيق، فهذا لا يخص واحدا منهم، كلهم محتمل أنه قصده، فيقرع بينهم ومن خرجت له القرعة فإنه يعتق، لأن القرعة تميز المشتبهات. نعم. وأيضا فيها عدل، فيها عدل. نعم. ها؟ لا، السراية في العبد الواحد ما تكون في عبيد. نعم. وأنه لا طريق إلى تعليم المعتقل إلا بالقرعة فيصاب إليها بالخبر. نعم. الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت. نعم. أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبين أنه أعتق كل وفين عتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له بخروجه من الثلث عند الموت. نعم. مسألة يكفي. نعم. اعتبر هذا الدرس إن شاء الله آخر شيء.
إلى إن شاء الله بداية العام الدراسي. نعم. نعم. إن شاء الله في بداية العام القادم. نعم. نعم. لا فرق بين الهدية والهبة، إلا أن الهدية قد تكون هدية ثواب، قد تكون هدية ثواب، أما هدية التبرع فلا فرق بينها وبين الهبة. نعم. أي هاي الأحضر وعلى خير يصلون يروحون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسأل يقول: اقترضت مالا من أحد الأشخاص ثم لما جئت ربته. نعم. ثم لما جئت ربته قال هو لك، ثم عاد يطالب به وقال ما قصدت الهبة، فهل يرد إليه أم لا؟ هذه قضية خصومة، هذه قضية خصومة بينك وبين واحد، لازم من المحكمة إما تعطيها المال ولا تروحون للمحكمة شوف. نعم. لكن يعني من باب الفائدة، ما هو من باب الحكم، من باب الفائدة. إذا كان شخص له دين على شخص ثم قال وهبت لك ما في ذمتك، فليس له الرجوع، لأن ما في الذمة مثل المقبوض، ما في الذمة مقبوض، والرجوع في الهبة بعد القبض لا يصح. نعم. فضيلة الشيخ، إذا فاضل الأب بين أولاده بالعطايا وخص أحدهم بعطية ثم مات له قبل أن يستمدها، فهل تثبت تلك العطية للموهوب؟ نعم، إذا مات قبل أن يستردها انتهى الأمر، تكون للموهوب له. نعم. تحملها الأب الذي له حق الرجوع هو الأب، وقد مات، ما حد يملك الرجوع بعد الأب. نعم. نعم. لا، لأنه انتهى وقت الرجوع بموت الأب. لو كانت عمره يا شيخ، ها؟ لو كانت عمره موقوفة بعمره يعني، وتوفى المالك قبل الثاني، ما يطالب الورثة بذلك؟ لا. العمرة تستمر ولا ترجع لصاحب. نعم. هل يجوز للأب وهو حي أن يقسم ماله كله بين أولاده حسب ما قسم الله له في الفرائض، وذلك إذا خشي الوالد أن يقسم بعض أولاده؟ يجوز هذا، إذا قسم ماله بين أولاده على حسب الميراث يجوز هذا، لكن إن استجد أولاده شو يسوي؟ ها؟ يرجع عليهم بنصيب الجديد، هذا يرجع عليهم بنصيب الجديد. ولذلك الأولى أنه ما يقسم، أنه ما يقسم ماله بين أولاده، لأنه يحتمل يجي له أولاد ثم يتورط بعد ذلك. نعم. الشيخ، إذا خص الأب بعض أولاده لعطية لحاجته أو قرة عياله أو اشتغال في طلب العلم أو صرف عن بعض ولده بالنسبة لكونه عصبة لعدد ما يأخذه، هل يجوز هذا التخصيص؟ لا يجوز أن يخصص بعض أولاده، ولو كان فقيرا، ولو كان طالب علم، ولو كان بارا به أكثر من غيره، ولو كان صالحا والآخر عاص، لا يجوز أن يخصص، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. إنما النفقة هذا في التمليك، التمليك والعطاء، أما النفقة فينفق على كل واحد بما يحتاجه. لا شك أن نفقة الكبير ما هي مثل نفقة الطفل، نفقة الكبير ما هي مثل نفقة الرضيع والطفل، فينفق على كل واحد بما قدر ما يحتاجه. من يحتاج إلى نفقة كثيرة ما هم مثل من يحتاج إلى نفقة قليلة. النفقة لا بأس، أنها ليست عطية. نعم.
الذي يعمل عنده يعطيه مرتب على قدر عمله أجرة، ما في بأس، لأنه ما أعطاه وإنما استأجره، يعطيه على قدر عمله من باب الأجرة، ما في مانع. ما هو بتفضيل هذا، ما هو بتفضيل هذا، أخذ في مقابل عمل أجرة مثل غيره، مثل ما يعطي غيره من الناس. نعم. الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا من باب الإباحة، وإنما هو من باب التهديد والزجر، هذا من باب التهديد والزجر، لأنه قال أشهد على هذا غيري، ثم علل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فإني لا أشهد على جور، فدل على أن هذا جور، والجور حرام، ولكن قوله أشهد على هذا، هذا من باب التهديد والزجر. نعم. مثل قوله اصبروا أو لا تصبروا، من باب التهديد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس هذا أمر بالكفر، إنما هو من باب التهديد. نعم. ما صحيح أن عمر رضي الله عنه فضل له حفصة رضي الله عنها في العربية، إذا كان هذا صحيحا فلماذا فضلها؟ ما أدري والله، ما رأيت هذا أن عمر فضل حفصة، ما أدري. نعم. نعم. قبل هذا فعائشة رضي الله عنها أفضل من حفصة، ومع هذا أبو بكر استرجع عطيتها. نعم. على إيش؟ على الصوفية. الصوفية غير المنحرفة، الصوفية غير اللي معناها العباد، العباد الذين ليس عندهم انحراف وإنما عندهم اجتهاد في العبادة، أما الصوفية القبورية والمنحرفة لا يجوز، لأن هذا من الإعانة على الباطل، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الصوفية التي ليس عندها انحراف وإنما عندها اجتهاد في العبادة فقط. نعم. ما هو كلهم أحد عنده تصوف لكن ما عنده خروج عن الإسلام ولا خروج عن السنة، وإنما عنده اجتهاد في العبادة. نعم. مثل الجنيد ومثل فضيل بن عياض، إبراهيم بن أدهم، هؤلاء صوفية معتدلة، عباد. نعم. مثل بشر الحافي، هؤلاء مجتهدون في العبادة. نعم. لو اشترى لأحد البنات في زواجها ذهبا أو جهاز أو شيء يلزمه في أحد كل بناته، اشترى لها من ماله، أو من صداقها، لا من ماله، يعني عادتكم أنتم إن الأب يجهز البنت، ها؟ عادتكم إن الأب يجهز البنت. في الهند إن المرأة هي اللي تدفع الصداق للزوج، هذا حسب العادات. فهذا والله أعلم اللي ذكرت، إذا كان من العادة إن الأب يجهز البنت للزواج فليس هذا من العطية، وإنما هذا من الإنفاق، من الإنفاق. فالبنت الثانية إذا أرادت أن تتزوج
ويجهزها مثل ما جهز الأولى من باب الإنفاق. نعم. ولا إشفاق تساوي يعني إذا ما سوى بينهم. هذا حسب الحاجة، حسب الحاجة. قلت لكم أن النفقة لا يراعى فيها المساواة، حسب الحاجة. ما في شك أن الطفل يأكل أقل مما يأكل الكبير، يعني تبي يلزمك أنك تساوي بينهم في الأكل، هذا نفقة. ما يلبس كذلك، الكبير يلبس أكثر مما يلبس الصغير وهكذا. نعم شيخنا يبارك فيك. إنما الممنوع هو التمليك، تمليك. أما الإنفاق والاستهلاك فهذا لا يلزم فيه تسوية. نعم ما بارك فيك شيخ. لو جهز الأولى ومات وعنده ثلاثة خلاص انتهى، أدام مات وش تطالبونه؟ مات. اي نعم. لكن لو ان واحدة يعني ارادت ان تتزوج وهو حي وعنده مال يلزم ان يجهزها مثل ما جهز الاولى. اي نعم. فلو زوج احد ابنائه البنين هو في حال تزوجه وضع له مهر من شيء ثم مات، ما يخالف. التزويج هذا من النفقة، التزويج من النفقة، ما يلزم يزوج كل اولاده، يزوج من يحتاج للزواج منهم. ما يخرج من الوقت. لا ما يا. لا هذا من باب النفقة، هو ما أعطاه شيء ولا ملك شيء، ولكن دفع تكاليف الزواج، والابن ما أخذ شيء ولا ملك شيء، هذا نفقة. نعم نعم. تمليك. العطية فيها تمليك، وأما النفقة ما فيها تمليك، إنما فيها استهلاك. نعم نعم. التمليك الأولاد يسوي بينهم في التمليك، ما يملك بعضهم أكثر من بعض. بس يقع إذا توفي إذا توفيهم يملك أحد أبنائه أكثر من الثلث. إذا توف استقرت الهبة خلاص، تحملها هو في ذمته. نعم. من ثلاثة الظاهر، من ثلاثة يعني ثلاثة أفراد. نعم لأن أقل الجمع ثلاثة. نعم على المشهور، في من يرى أن أقل الجمع اثنان. نعم نعم نعم. إذا كان الجائزة على أمور جاء الشرع بإباحتها مثل السبق في الخيل والنصل والحافر، أو على مسائل شرعية مسائل علمية، هذا ما في مانع، لأنه ما أعطاه إياها إلا في مقابل تعب ومقابل عمل وأيضا تربية له، باب التربية له، فلا مانع من ذلك. نعم. ما المقصود ان تبدا تصرفاته فلا تنفذ؟ نعم. ما المقصود ان تبدا تصرفاته فلا تنفذ؟ تحجر يعني تمنع، معنى الحجر المنع، فلا تنفذ تنفذ، فلا تنفذ يعني ما يجوز للقاضي ان ينفذها بل يبطلها. نعم. هل هل يدخل في الزواج كان يقول وعدت فلانة؟ نعم. الهبة ليست من ألفاظ الزواج، ما ينعقد بها الزواج. الزواج ينعقد بأنكحتك، زوجتك، ملكتك، ليس منها وهبتك. نعم ليست من ألفاظ الزواج. نعم. إذا كان بعض الناس يتنازحون أو يجامل بعضهم بعضا، قصة موسى عليه السلام قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، ما قال أن أهبك. نعم. إذا كان بعض الناس يتنازحون أو يجامل
يأكل بعضهم بعضا كان إياه نفس طريق الله الأكبر فيقول لك سيارتي لو تأمر عليها حتى أعبدها لك سيارتي إيش؟ لو تأمر عليها حتى أعبدها يجوز للأخ أنه يهب لأخيه يجوز للأخ أنه يهب لأخيه سيارته أو عمارته أو أي شيء المنع إنما هو في حق الوالد مع ولده حتى لو كان الأخ متزوج ولا ورثة حتى لو كان الأخ متزوج ولا ورثة الذي يعطي ما يخالف يتصرف في ماله يعطي أخاه نعم لا معاملات يؤخذ باللفظ ما يؤخذ بالنية معاملات هذا في العبادات يؤخذ بالنية أما المعاملات لو قلت بعتك داري بمليون ريال وقلت لا أنا أضحك عليك قال شريت وقال شريت وبعدين قلت لا أنا أضحك نقول لا هذا ما فيه ضحس هذا هذه عقود إيه نعم لو قال لك سيارة ما علينا من مازح المهم إذا قال لك سيارتي وأخذها الموهوب له لزمت وراه يقوله وراه يمزح هنا احفظ لسانك عن مثل هذا نعم هذا من جهة المقاضاة والمحاكمة لكن فيما بينه وبين الله هذا شيء آخر لكن من جهة القضاء القاضي يلزمه بظاهر لفظه ولا لو فتح المجال ضاعت العقود كلها كل واحد يقول أنا والله ما قصدت هذا أنا أمزح أو أضحك على فلان هنا ما يفتح المجال هذا من ناحية القضاء أما فيما بينه وبين الله هذا شيء آخر الله يحاسبه على ذلك نعم رجل عمل حالك نعم رجل عمل حالك فماذا مع أخته بعد انسلاخ الكفر هل عليه شيء أو لا إذا كان منه تفريط والحادث وقع بسبب تفريطه إما تهور في القيادة أو إن الكفر خربانه دار عنه ولا تفقد السيارة أو إنه ما يحسن القيادة فالمهم أنه إذا كان له تسبب في الحادث فعليه الكفارة أما إذا لم يكن له تسبب فلا كفارة عليه نعم إذا كانت القيادة إذا كان هو ماهرا في القيادة والسيارة ما فيها خلل والسرعة معقولة فهذا قضى وقدر لا شيء عليه نعم إذا اغتسل يوم الجمعة ونسي أن عليه جنابة فهل يجزئه ذلك؟ لا يجزئ نية المستحب لا يجزئ عن نية الواجب العكس نية الواجب تجزي عن نية المستحب أما إذا نوى مستحبا فلا يجزي عن واجب نعم لكن الفقهاء يقولون في متن الزاد يقول ومن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه يقولون لأن هذا مشروع المسنون مشروع فيجزي عن الواجب لكن هذا فيه نظر قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا ما نوى الواجب وإنما نوى المستحب وهو دون الواجب نعم لو اغتسل يوم الجمعة ونسي أن يتوضأ هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ نعم لو اغتسل يوم الجمعة ونسي أن يتوضأ هل يجزئ عن الوضوء؟ لا ما يجزئ الغسل عن الوضوء إلا إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال فإنه يجزي أما إذا لم ينوي فلا بد من الوضوء لأنه إذا اغتسل ارتفع عنه الحدث الأكبر فقط ويبقى عليه الحدث الأصغر نعم ها؟ إذا مات انتهى مسؤوليته عليه ما لحد يتدخل نعم لا ما هو مثل الوصية هذا تمليك أو مثل الوصية نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه